الجيش والقوات المسلحة تستمر في مدينة درعا حملة للتبرع بالدم في مديرية صحة المحافظة لصالح جرحى الجيش العربي السوري والمدنيين الذين تستهدفهم التنظيمات الإرهابية. دعينا لعدد قليل فشايفين لعدد كبير جدا، وكل مواطن وكل درعا مقبلة وبكثافة على التبرع بالدم. نحن فعلا مانا بحاجة، واقع الحال بند الدم فيه، ونعم بجوز حاجة زمرة أو زمرتين. الأعمال القتالية انخفضت إلى درجة 20%، دفعوا ثمن غالي وغالي جدا، قتلاهم وموتاهم في كل مكان. طبعا جرحى ما عندنا نحن بالحجم الكبير مثل ما بيحكوا، ولكن شكل من اشكال الاحتياط. اليوم هذا الشعب الوفي، شعب أن بدرعا كافة الدوائر وكافة إن شاء الله هذه الحملة مستمرة، كافة المنظمات والنقابات والشعب الحزبية التي إن شاء الله ستتوالى في الوقوف والصمود بجانب الجيش العربي السوري بالتبرع بالدم. عنا كل الزمر الدموي تقريبا متوفرة، بعض الزمر يعني صار عنا أكثر من مصاب، كذا مصاب إنه احتاجوا زمر معينة، نقل لأحد المصابين حوالي 18 كيس دم، واحد ثاني 14 كيس دم من نفس الزمرة، فهذا بيؤدي إلى نقص في بعض الزمر الدموية. لذلك احنا نركز حاليا، صحيح الحملة بالنسبة لنا أول يوم هلأ حاليا هي مديرية الصحة بكل عناصرها، طبعا الممرضين والأطباء والفنيين والإداريين يقوموا بالتبرع. احنا ركزنا على زمرتين أهمات، أولا الزمر السلبية وخاصة الأو سلبي، ومن الزمر الإيجابية بدنا الآ إيجابي حصريا. هذه الحملة تأتي تعبيرا من العاملين في القطاع الحكومي عن دعمهم للجيش السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وتعبيرا عن تضامنهم مع الأحياء السكنية التي تتعرض للإسم في درعا. رسالة من التبرع بالدم لجرحى الجيش العربي السوري ولجرحى المدنيين الشرفاء في هذا الوطن، ورسالة الأكبر هي كل الأخوة المواطنين في جميع محافظات سوريا، نحن أخوة وأحباء ودمنا واحد في هذا الوطن. نتبرع لصالح الجرحى والمصابين المدنيين والعسكريين، وإن شاء الله يا رب هيك الله يقويهم ويخليهم صحتهم وعافيتهم يدافعوا عن الوطن. لكل جريح بهالوطن من الشرفاء أهل هذا الوطن، جرح الجيش وجرح المدنيين. الحملة ستشمل في الأيام القادمة عدة دوائر، وأعدت المديرية بالتعاون مع إدارة بنك الدم في المحافظة هذه الحملة، حيث سيتم التركيز على زمرة الدم السلبية النادرة وعلى زمر الدم نوع إيجابي.